بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. قلنا بأن سورة الحجرات سورة الآداب والتعامل سواء بين المسلمين والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله أو بين المسلمين وبعضهم البعض. وصلنا إلى هذه الآية، وهذه الآية في الواقع من الآيات التي نستفيد منها في حياتنا جميعا. لا يخلو المؤمن من ابتلاء بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الإنسان من أين يأخذ معلوماته؟ يأخذ معلوماته من خلال ذاته. هو يرى الشيء، يتيقن بوجود النار مثلا، أو يلمس النار يحترق بالنار، يقين، حق اليقين، عين اليقين. وهنالك أخذ المعلومات عن طريق الغير، طريق معتبر. هذا الطريق المعتبر الإنسان يطمئن إليه فيأخذ منه الخبر ويرتب عليه الأثر. وهناك طريق آخر غير علمي أنا بالشيء، وغير الطريق العلمي هناك إخبار الفاسق، الفاسق الذي لا يخاف الله عز وجل. هذا الإنسان من الممكن أن يكذب، وبالتالي لا ينبغي أن نعتمد على خبره. وهذه الآية نزلت في حق أحدهم، نعم ذهب ليجمع الزكاة فرجع وقال بأن القوم استنكفوا عن دفع الزكاة، وكان متقولا عليهم، كان كاذبا في خبره. إذن الفاسق إذا جاء بالنبأ لا يعتمد على قوله. أولا هذه في الواقع محاصرة نفسية للفاسق، لو أن الفاسق يحاصر لا يؤخذ بكلامه، لا يتميز بين الناس، لا يصبح له موقع اجتماعي، يعرف هذا فاسق، وكلما أخبر بخبر لا يؤخذ بخبره. هذه الأيام هذا الفاسق قد لا يكون شخصا يمشي على رجليه. وسائل الإعلام في نعم بعض هذه الوسائل في حكم الفاسق. نحن نعلم أن الذي يدير هذه المجلة، هذه الجريدة، هذه المحطة إنسان معروف بالفسق، لماذا تنقل خبره؟ وأنا واقعا بعض الأوقات أتحرج عن أن أقرأ بعض الصحف، أو أرى بعض المحطات التي تكذب حتى لا أتورط بتشويش البال. خبر مزعج مقلق، وتبين فيما بعد أنه كاذب، وخاصة إذا كان الطرف المقابل يكثر الكذب. لماذا تشغل بالك بالأمر؟ من الأول من أصغى إلى ناطق فقد عبده. واقعا هذه الأيام أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة كأنها أوثان في البيوت. نحن نجلس أمام التلفاز كما كان يجلس الجاهلي أمام هبل واللات والعزى. إن كان الجهاز جهاز حق فأنت استمعت للرحمن، وإلا ما لك والأباطيل. وهنا إخواني بين قوسين، طبعا بمناسبة لا بلا مناسبة، أو تعلم أن من سبل ضبط الخواطر وبالتالي الصلاة الخاشعة، ما الذي يسلبك التوجه في الصلاة؟ توارد الخواطر. اتفاقا توارد الخواطر يبتني على كثرة الاستماع لما لا طائل تحته.
الذي يسمع كثيرا ويقول كثيرا ويرى كثيرا، قصدي الكثير الذي لا نفع فيه، هذا الإنسان تزدحم عنده الصور. أول الضحايا صلاته بين يدي ربه، يكبر فتأتيه الصور المزعجة، الأخبار المقلقة. لماذا من الأول شوشت بالك؟ أنا شبهت الأمر بحوض مائي فيه ترسبات وبيدك عصا وتحرك هذا الحوض، هو مترسب الآن. اشكر ربك على نعمة الترسب، أنت بيدك تثير ما في داخلك. فعليه المؤمن كما قلنا إخواني، حقيقة هذه الرواية من روائع أهل البيت وكلهم روائع. يقول علي عليه السلام في وصف المتقي: وقفوا، يا ليتنا نعمل بهذه الرواية، وقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم. كأن هذه الأذن وقف، كما أن هذا المسجد وقف، لا يدخل فيه كل أحد، لا يدخل فيه الكافر، لا يدخل فيه الحيوان النجس. كذلك الآذان هذه بمثابة الأرض الموقوفة، لا تدخل في أذنك ما لا ينفعك، كل علم لا يبكيك جدير أن لا ينفعك. المهم، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. لو أنه أخذ بكلام هذا الفاسق الذي جاء بالخبر الكاذب، من الممكن هؤلاء الذين استنكفوا عن دفع الزكاة يعاملون معاملة المتحدين لله ورسوله. واتفاقا في القصة التي في هذا المجال، كانوا براء، هذا الفاسق تقول عليهم، يبدو كان حول النبي قوم بهذه الصفة. الإنسان عندما يصدق الفاسق ويرتب الأثر ولو نفسيا، أنا أقول لبعض المؤمنين: لا تحاول أن تدين المؤمن ولو في قلبك من دون دليل. فاسق قال عن إنسان كلام غير طيب، أنت لا تقول شيئا ولا ترتب عليه أثر لأنه فاسق، ولكن لا شعوريا تنظر إليه بازدراء، تحتقره في قلبك. اتفاقا هذا يتفق، فاسق، فاسقين، أربع فسقة، عشر فسقة، الكل يأتي بخبر كاذب، الإنسان طبيعي أن يتأثر. وهذا يتفق في البيوت، إنسان له زوجة مؤمنة إجمالا يمكن أن يعاش معها، ولكن امرأة تقول كلمة، فلان يقول كلمة، الجارة تقول كلمة، تلك المرأة الفتانة تقول كلمة، الإنسان يبدأ هكذا يبتعد من زوجته وهو يعلم أن هذه الأخبار غير صحيحة، ولكن كما يقال يشكل جو نفسي. يا لها من جريمة لهؤلاء الذين يعملون هذا العمل، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، ولكن بعض الندم لا أثر له. هابيل، قابيل عندما قتل أخاه هابيل، من الممكن أن ندم على قتل أخيه، ولكن بعد فوات الأوان. إنسان طلق زوجته على أخبار كاذبة ثم علم كذب الخبر، ولكن بعد فوات الأوان. إنسان أسقط مؤمنا من أعين الناس ثم تبين كذب الأخبار المستند التي استند إليها، ولكن بعد فوات الأوان. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هذه الآية من الآيات التي فيها رجاء، يرجو المؤمن أن يكون من مصادق هذه الآية. إخواني، في ختام الحديث ولملم أطراف الكلام، الإنسان المؤمن له طريقان، سلمان إلى الكمال. سلم المجاهدة،
نحن نقرأ في تاريخ بعض علمائنا والمؤمنين السلف حقيقة جاهدوا بأنفسهم مراقبة شديدة، تقيد في الطعام والشراب، تحمل الفقر والمرض والأذى، فتحت لهم الأبواب. هذا هو الطريق المتعارف. ولكن هناك طريق الجذب، الآن بتعبير القوم السالك الجاذب، المجذوب السالك أو السالك المجذوب. فرق بين السالك المجذوب، سلك ثم صار مجذوبا، وبين المجذوب السالك، جذب فصار سالكا. رب العالمين اختاره ففتح قلبه على الهدى، جذب فسلك، لا سلك فجذب. هؤلاء من هذا القبيل. حبب إليكم الإيمان، الطريق الثاني. طبعا الآن هو الصحيح ما بذل مجاهدة، رأى الإيمان محببا مزينا في قلبه. من أين جاءت هذه الزينة؟ لماذا هذا الشاب منذ أن بلغ إلى الآن وهو مستقيم، وقد يكون في بلاد الكفر، من أين وصل لهذه المرتبة؟ هذه أسرار نحن لا نعلم. لعل له جد صالح، الجد الثالث والرابع. رب العالمين أراد أن يكرم جده بحفيده، نحن لا نعلم ما وراء عالم الغيب. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. جواب أنا ما قلته في الآية موجود. لماذا حبب إليهم الإيمان؟ فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. هذا باب التفضل، سل الله من فضله. في جوف الليل، في المشاهد الشريفة، في ساعة الاستجابة، ليكن من دعائك: يا رب حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي. إن استجيبت هذه الدعوة في حقك، قيام الليل من ألذ اللذائذ، والمساجد من أحب المواطن، وشهر رمضان من ألذ شهور السنة، وبحج بيت الله الحرام من أفضل السياحة. كل ما يرضي الله عز وجل يصبح محببا إليك، والعكس هو الصحيح. بعض المؤمنين لو يقال انظر إلى الحرام يقول: قلبي لا يطاوعني. القضية ليست قضية مجاهدة. أنا أعلم بعض المؤمنين إن اضطر للحديث مع أجنبية ليس فقط لا يتلذذ بل يتقزز، يتكلم مقدار الضرورة، الكلام لا يأتي. يقول: هذه أجنبية، أمرت أن أحدثها بالمقدار اللازم. عندما يتكلم مع الأجنبية حقيقة يتألم، لا أنه يتلذذ ثم يحتاج إلى مراقبة ومجاهدة. هنيئا لمن كان كذلك. البعض من الناس عندما يأكل الحرام ولا يعلم، ثم يقال: هذا أكل مشتبه أو محرم، قد اتفق هذا، يتقيأ هذا الطعام. هذا الطعام كأنه أكل حيوانا قبيحا. هنيئا لمن وصل إلى هذه الدرجة من التقوى. نعم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الآن ما الفرق بين الفسق والعصيان؟ إن شاء الله في حديث آخر. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، أبلغه عنا في هذه الساعة تحية كثيرة وسلاما، واردد إلينا منه السلام. والفاتحة مع الصلاة.